حياكم الله مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي، الكثير من الفقرات المتنوعة وأيضا الضيوف المميزين. يسعد مساكي لبنى. أهلا وسهلا، طبعا حلقة متنوعة، ضيوف متميزين ومذيعات كمان متميزين. الله عليك، أحب التعزيز. وكنت رول مميز ومخرج مميز وحنين معانا، حنين تتذكروا حنين أكيد. فأكيد أجواءنا اليوم هتكون جدا 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 مميزة بمواضيع وضيوف، ومساكم الله بالخير مشاهدين. يعني بعد هالمقدمة الإيجابية لبنى، خلينا ما نطول على المشاهدين ونطلع نشوف أبرز العناوين. ما الفرق بين سوء المعاشرة والاغتصاب الزوجي؟ وما تأثيره على العلاقة الزوجية ونفسية المرأة؟ حقيقة ارتباط نبتة إكليل الجبل بإنقاص الوزن. قول رأيك، هل لو كان المهر عليك راح تتزوجين؟ فوزية حوباني تتحدث عن دعم المرأة السعودية في مجال رياضة رفع الأثقال. إذن مشاهدينا كالعادة نبدأ حلقتنا بآخر الأخبار المتداولة. وفي أول أخبارنا اليوم، نشرت مؤسسة براند فاينانس العالمية قائمتها السنوية لنمو الدول في مؤشر القوة الناعمة، وتصدرت هذه القائمة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأعلى الدول نموا في هذا المجال. شيء جميل جدا، وهي أنا أراها النتائج طبيعية، يعني هي لما يحدث من النهضة التي تشهدها السعودية والنقلات النوعية والقرارات الاستراتيجية التي تأخذها. فأنا بالنسبة لي صرت ما أستغرب أبدا في هذه مثل هذه التقارير أو مثل هذه الأطروحات، فبالنسبة لي أمر يأتي بطبيعة الحال. واحدة من برامج تحقيق الرؤية ل2030 كانت هي تنوع مصادر الدخل، وفعلا كل الجهات والهيئات، الجهات المعنية وأيضا الهيئات بمختلف تخصصاتها اشتغلت على قدم وساق زي ما يقولوا حتى يحققوا هذه الرؤية. والميزة في هذا الموضوع أنه تم تحقيق الكثير من برامج الرؤية 2030 قبل حلول العام. إحنا على فكرة 2030 ترى هي بعد بكرة، خلاص اقتربت، يعني قريبة جدا، جدا قريبة. فالآن كل النتائج اللي بنشوفها ما هي إلا مؤشرات إن إحنا قاعدين الحمد لله نتحقق إلى أن نأتي ونصادف هذاك اليوم الجميل اللي هتحتفل فيه المملكة بتحقيق رؤيتها بإذن الله. إلى خبر آخر مشاهدينا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره معالي المستشار التركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، يظهر فيه تحقيق أمنية الطفل السوري في مقابلته للاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو. نتابع. اليوم كان حلمي يشوف رونالدو، اليوم اتحقق. أنا أحاول كريستيانو رونالدو لأني تبي يعرف يلعب طابة، ويا رب نفسي يكون يلعب نفسه وتدرب بالنصر السعودي. ويا رب تفوز النصر السعودي. يعني ما في احلى من جبر الخواطر لبنى. يعني الفيديو من اول مره طلع الولد السوري في الفيديو القديم وقال انا حلمي اني اشوف كريستيانو رونالدو، ومعالي المستشار التركي آل الشيخ يعني دور على هذا الطفل، قال اللي يعرف يوصلني له يوصلني له، وتحقق الحلم. تحقق الحلم، ودائما يقول اللهم اجعلنا جابرين للخواطر، محققين للامنيات، ويا بخت من قضيت على يده صحيح حوائج الناس. فطبعا معالي المستشار تركي آل الشيخ سباق بهذا الامر وليس بالمستغرب عليه. والجميل كمان في معالي المستشار ترى يعمل بحس وطني، يعني انا متاكده وانه هو وقت ما قرر هذا القرار لم يكن يمثل نفسه، ولم يكن يبغى فقط يستهدف طبعا الاجر، والله يتمم له الاجر يا رب، ولكن كان يتكلم وبادر بحس السعوديه، وبادر انه الكريستيانو الان هو موجود في الاراضي السعوديه، وان كان هناك طفل يتمنى هذا الامر فالسعوديه تحققه. فانا اشيد جدا بهذا الاحساس الطيب اللي نشهده دائما من معالي المستشار تركي آل الشيخ ما بين حسه الوطني وحسه الخيري، اكيد فيعطيه الف عافيه.
أكيد لبنى. وخلينا كمان نروح لخبرنا التالي، ومع بدء الإجازات المدرسية أعلنت أمانة محافظة جدة تجهيزاتها للمرافق السياحية في كل من الحدائق والكورنيش وغيرها من الأماكن العامة لاستقبال السكان والزائرين. جدة يا جدة، أنا يعني أحس جدة عالم آخر، ومؤخرا في تركيز كبير عليها، خصوصا لما نتكلم عن انا انسان ساحلي، دائما اقول هالكلمه، انسانة تعشق البحر، تعشق الرطوبه الى حد كبير. تعالي عندنا حياك الله. جايه يعني، وكثير مبسوطه انه يعني خلال فتره الاجازه بصراحه الانسان يكون عنده خيارات متعدده وين يقضي الاجازه. لا تسافر، عندنا تنوع كثير لاماكن كثير عندنا في السعوديه. دائما على فكره جده دائما وشعارها المتعارف، جده غير، جدة غير، جدة يعني حتى عروس البحر، عروس البحر وأجواءها الجميلة. سواء في جدة بتراثها القديم وشعبيتها القديمة، أو جدة بمدنيتها وحداثتها الحالية، جميلة في كل أحوالها. فيا حظ أهل جدة ويا حظ من زارها كمان. وفي آخر جولتنا الإخبارية مشاهدينا، أعلن القائمون على تقويم الرياض انطلاق فعاليات جلسات ليالي الرياض بأول حفلة، والتي سيحييها كل من الفنانين أصيل أبو بكر وراشد الفارس ومطرف المطرف. ما زالت الحفلات مستمرة والليالي الطربية مستمرة، وأيضا الفنانين ما زالوا بيشاركون أحلى الحفلات، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق. واللي ما يعني صدف وقدر إنه يحضر حفلات قبل كده نقول لهم يطمنوا، ما زالت الحفلات مستمرة، وما زال الاحتفال مستمر، وما زالت المتعة أكيد مستمرة. مشاهدينا، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، ننطلق بعد الفاصل في باقي فقراتنا. تختلف مفاهيم سوء المعاشرة بين المجتمعات، فالرجال قد يرونها سوء معاشرة، بينما تراها النساء انتهاك لحريتها أو نوع من أنواع الاغتصاب. فما الفرق بين المفهومين وما أثرهم على الحياة الزوجية والأسرة وعلى نفسية المرأة؟ حول هذا الموضوع تنضم لنا عبر سكايب الأستاذة ندى الأطرش، معالجة نفسية ومديرة مركز ميديكير لرعاية الأسرة والطفل. مساك الله بالخير ندى. اهلا وسهلا، مساكم الله في النور، يعطيكم العافيه واجازه سعيده للجميع يا رب ان شاء الله. ندى، خليني في البدايه، في بدايه حديثنا، هل يصح استخدام مصطلح الاغتصاب الزوجي بين الزوجين؟ هو الاغتصاب بمعنى كل شيء اخذ غصبا، يعني غصب عن الشخص، سواء اغتصبتي ارضه، اغتصبتي جسده، ماله. فاذا الرجل واقع المراه بغير رضا منها، ففي بعض يعني في بعض المواقف وبعض الظروف ممكن نعتبر انه هو اغتصاب. طيب خلينا نتكلم عن هذا المفهوم ما بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه. في الثقافه العربيه مش موجود هذا المفهوم ابدا، لانه له يعني له محاذيره وله شروطه، وعاده ما بتتوفر هذه الاشياء، يعني غير موجوده. اما في الثقافه الفرنسيه، والفرنسيين اظن اول من ابدا قانون يعاقب الرجل على اغتصاب زوجته، وبعدين توالت يعني في اوروبا، بعدين راح المفهوم ده لامريكا، امريكا تاخرت شويه في المفهوم ده. اما في الوطن العربي فمش موجود المفهوم ده، ولا حتى موجود قانون ينص على العقوبه. نعم. عقوبة اغتصاب الرجل لزوجته، لكن طبعا في عقوبة للاغتصاب، لاغتصاب الأنثى، لكن ما في عقوبة لاغتصاب الرجل لزوجته، حتى انه في بعض البلاد بتنص القوانين وتستثني الزوجة. طيب خليني ندى ارجع اسالك سؤال توضيحي اكثر، عشان بعض يمكن النساء او الرجال قد يثار بعض التساؤلات بالنسبه لهم، ايش نقصد باغتصاب زوجي؟ يعني هل انا لما ياتي الزوج الى ويرغب في زوجته دون رضاها لمجرد ان هي لا ترغب، هل هذا يصنف اغتصاب او يصنف شيء اخر؟ معلش، كده هو المفهوم يعني ما له تعريف واضح وما له سلوكيات واضحه. الاغتصاب هو ما اخذ عنوه. طيب، ونحن في الإسلام الزواج عندنا مودة ورحمة،
والمرأة لابد لها أن تطيع زوجها في موضوع المعاشرة الجنسية، لأنها تعتبر تعف زوجها، يعني من واجبات المرأة أن تعف زوجها. طيب، فهي من واجباتها أنها تقبل بالعلاقة الحميمة، لأنه هي نوع من العفة. في بعض النساء بترفض من باب الدلال، من باب استغلال العلاقة الحميمة، بأنه زوجها تضغط على زوجها. طيب. ندى أكمل قبل، أنا عارفة إيش هتقولي لي، خليني بكمل عاجيك السؤال. أنا عارفة. طيب، فإذا الرجل أخذ حقه من المرأة اللي تتعمد إنها تستخدم العلاقة الحميمة لتضغط على الرجل بشكل أو بآخر، يتهيأ لي إنه هنا مش اغتصاب، الرجل هنا قاعد يأخذ حقه. بس إذا الرجل مارس العلاقة الحميمة بطريقة مرفوضة، مثلاً تنعمل حركة المرأة ترفضها، أو عاشرها بطريقة همجية أو فيها نوع من السادية، هنا نقدر نقول إنه أيوة، هنا المرأة تعرضت للعنف أثناء العلاقة، ما نقدر نقول للاغتصاب. احنا ما نتكلم عن هذا المستوى ندى، أنا نتكلم فقط في بسيط إنه مش عارفة إيش أقول لك، يعني طلبها للفراش قالت لا فأجبرها، لكن هو مثلا يعني ما يعني اسباب كثيره قد تؤدي الى هذه الحادثه. هل هنا هي لا تدللت ولا تمنعت ولم تستخدم هذه العلاقه لاغراض اخرى؟ هي ملت، هي تعبانه، هي مهلكه، هي طول اليوم موظفه، هي رجعت اكلت الاولاد وغسلت البيت ونظفت الغسيل وتحتاج ان هي تنام، هو لسه جاي من برا. فكثير من الظروف اللي قد تشهدها المراه تجاه العلاقه هذه لا تتطلبها، بينما الرجل متطلب. فإجبارها على مجرد إجبارها على، هل يعتبر اغتصاب؟ لا يعتبر اغتصاب. طيب، لأنه هو بيمارس حق من حقوقه الزوجية. وبعدين على المرأة أن تعي إنه العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمة هي يعني هي أساس الزواج. ما نقعد نضحك على بعضنا، ترى أنا يعني مليت، ما تقعدوا تضحكوا على بعضنا من جد، لو ما تقعدوا تتزوجوا وتعملوا علاقة حميمة اقعدي ببيت أهلك حبيبتي. طيب، لو يعني هو تزوج عشان يعمل علاقة حميمة بما ينص عليه الدين الإسلامي. طيب، هو ما تزوج عشان أنت تشتغلي وعلشان أنت تكوني مرهقة آخر النهار. يعني من ترتيب الأولويات عند المرأة أنه هي لازم يكون. أحبك لما ترتبي لي كلامي. كيف؟ العلاقة الحميمة، العلاقة الحميمة من الأولويات عندها في العلاقة الزوجية، فلا يجوز على الرجل أو على المرأة أن يتجاهلوا هذه العلاقة. حلو، أنا أبغى أجيكي على العكس يا أستاذة ندى. العلاقة الحميمة بتصنع علاقة سوية في الزواج، فبالعكس يجب على الرجل والمرأة أن يكونوا حريصين عليها. طيب، نقلب الآية ونقول العكس، إيش رأيك في هذا الموقف؟ يعني المرأة تطلب الرجل كثير وهو يقول لها تعبان، مالي خلق، مدري إيش، الموية الأرض من كثر ما تسقيها تموت، خليني أشتق لك، أشياء من هذا النوع. هذا دليل على أنه في مفاهيم تشوهت في الزواج. هذا دليل انه ما دام في اي شخص احد الزوجين يتهرب من العلاقه الحميمه، اذا ممكن يكون في خلل ما اثناء العلاقه او في الشخص نفسه، لانه العلاقه الحميمه مش علاقه جسديه فقط، هي علاقه لها اصول نفسيه وروحيه. طب بقيتي الحين يا استاذه ندى رجعتي للنقطه، رجعنا نقول انه هي لها اصول ولها احساس ولها اوقات ولها، ليش عند الرجل مختلفة عن المرأة؟ لأنه حاجة الرجل مختلفة عن حاجة المرأة، وتصور الرجل عن العلاقة مختلف عن تصور المرأة للعلاقة. ندى المرأة تتعامل مع العلاقة بعاطفتها فقط، يعني هي لو زعلانة من زوجها تقول أنا ما حنام معك، لكن الرجل حتى لو زعلان من زوجته ما يفصل العلاقة. صحيح. عن الزعل. طيب ندى، هل تعتقدي مختلفة؟ أتفق معك، مفاهيم واضحة والكل عارفها، لكن هل معناته استجابة المرأة الطوعية لهذا الأمر ونقول لها والله أنت أحد واجباتك هو عفة زوجك، ما هذا قاعد يفقدها حق من حقوقها أيضا؟ أليست العلاقة الحميمة لإشباع الطرفين؟ لو هننظر لها أنه إذا طلب الزوج وجبت الطاعة بصرف النظر أنت إيش حاسة، بصرف النظر أنت إيش قاعدة تمر فيه، استجيبي لأن هذه طاعة الله في طاعة زوجك. بينما الرجل لا يا حرام، طبطبي عليه، هو مسكين، هو مضغوط، هو مش المفروض أن يعني بصرف النظر عن دافعية الاحتياج، إحنا نتكلم عن الاستجابة. علشان كده لازم يكون في حوار جنسي بين الزوجين.
صحيح. لازم يكون في علاقة واضحة بين الزوجين، لازم يكون في ترتيب للأولويات بين الزوجين، لازم يكون في وعي جنسي نحن ندرسه لأبنائنا قبل ما يصيروا في سن الزواج. طيب، لأنه يعني لو هو جاء وقال لها أنا أبغاك وهي تمنعت، هو لو 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 فاهم العملية الجنسية وفاهم سيكولوجية امرأته وفاهم إنه هي تعبانة، كثير من الرجال بيحترم هذه الخصوصية. احنا ما احنا عايشين في عالم همجي. صحيح. لو هو نفس الشيء، يعني دحين في ضغوط كثيرة على الرجل، فالضغوط على الرجل بتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، ومن ضمن الأشياء اللي بيمتنع عنها هي العلاقة الحميمة. هو بيحتاج أن يكون باله صافي، فهي كمان لازم تتفهم هذا الموضوع، ولازم كل من الرجل والمرأة يساعدوا بعضهم لأنهم يقضوا مع وقت مع بعضهم أوقات بتخل أوقات مبدعة، أوقات بتخليهم ينتجوا وهم بعيدين عن بعض. هذا هو الزواج. صحيح. الزواج إنه أنا وإنت لما نكون قريبين من بعض نعطي ونمد بعضنا بالطاقة اللي تسمح لنا لما نبعد ننتج. طيب، لازم نضع مفاهيم جديدة للزواج عشان نقدر يعني نحل كل هذه المشاكل اللي بتنطرح في برنامج سيدتي. صحيح أستاذة ندى، يعني خلال السنوات الكثير اللي فاتت كنا يعني ما نلاقي إنه السيد أو الزوجة تواجه أي مشكلة في هذا الخصوص إلا مؤخراً، وفي كثير كانوا يربطوا هذا المفهوم الجديد اللي هو الاغتصاب الزواجي مربوط بشغلتين، يا إنها مندعاة نسوية، يا إنها تكون مفاهيم غربية لا صحة لها ممكن تفسد العلاقة الزوجية. كلميني أكثر، يعني هل فعلياً الانفتاح اللي صار على السوشيال ميديا، النسويات اللي طلعوا صاروا يتكلموا عن هذا الموضوع إنه هذا جسمك، هذا حقك، هذا أنت حرة فيه، يعني قد إيش أثر أصلاً على صحة العلاقة الزوجية؟ وأنا من نفس المبدأ، عشان هو جسمك وهذا حقك وعشان أنت حرة فيه، أنا بدعوك إنك تتعلمي أن تمارسي العلاقة بكمية كبيرة من الحب وبكمية كبيرة من المتعة، لأنه لا يخفي الحقائق العلمية من الممارسة الجنسية الصحيحة بين الزوجين قديه بتحقق من صحة نفسية، قديه بتساعد على الإنجاز، بتعمل بتزيد من هرمون السيروتونين، بتعدل المزاج، كأنك ماشية ساعة على البحر. فأيوة، أنا أحياناً أدعو الزوجات إنه لما حد يجي يقول لي مكتئب أقول لها روحي عند زوجك اترمي في حضنه. من نفس المبدأ أنا حتكلم. طيب، جميل. طيب، بس بالشكل الإيجابي. أيوة، أنا استمتعي بجسدك واستمتعي بجسد زوجك، وأنا أدعو الآباء والأمهات إلى التربية الجنسية الواعية، بأنه نربي أولادنا على حب أجسادهم وعلى معرفة حقوقهم الجنسية بشكل صحيح، وحقوق الرجل أو المرأة في العلاقة الزواجية بشكل صحيح. جميل، وأكيد نؤكد على هذه الدعوة ندى، بس كمان خليني أخذك إلى مرحلة متقدمة من الحديث. خلينا نتخيل أنه القصة مختلفة، وأنه أحد الأطراف، أحد الزوجين، وخلينا نتكلم في هذه الحالة عن الزوج كونه هو لديه القوة البدنية الأكثر، إن كان يعاني من السادية إذا صح التعبير، إن كان يعاني من ميوله إلى العنف في العلاقة الحميمة مع زوجته، وبما يقع بضرر نفسي وجسدي على الزوجة، ما هو التصرف السليم تجاه هذه العلاقة؟ برافو، هذا سؤال مرة ذكي. على المرأة هنا لازم ننتبه للكيفية. أحياناً في عندنا في ثقافتنا العربية أنه من الفحولة أنه الرجل يكون عنيف في العلاقة الزوجية، وهذا مفهوم خاطئ تماماً. طيب، فأحياناً على المرأة أن تصحح هذا المفهوم عند الرجل إذا كان هو متبني هذا المفهوم. المرأة ذكية تقدر تقرأ أفكار زوجها. الشيء الثاني أنه الرجل فعلاً قد يميل للقسوة أثناء العلاقة بسبب شخصيته السادية، طيب، أو بسبب التعاطي، أو بسبب الخمور، أو بسبب مثلاً الشخصيات السيكوباتية، أن يكون الرجل مضطرب نفسياً هنا يمارس السيكوباتية من خلال أو السادية من خلال العلاقة الزوجية. هنا الرجل مضطرب، هنا عندنا رجل مريض، رجل سيكوباتي. على المرأة هون أن يعني توجد حلول وبسرعة، طبعا لها دلالاتها ولها علاماتها، بيكون شديد العنف، بيجي العنف بشكل دوري، بيرتبط العنف بمواضيع معينة من ضمنها العلاقة الحميمة،
بالنسبة للشخصيات السيكوباتية، ما بيفكر إلا بنفسه، بس مش يعني لو زي ما نقول أعراض معينة لازم تتجمع مع بعض عشان نقول هنا ظهرت الشخصية السيكوباتية. ممكن التعاطي يؤدي إلى العنف أثناء العلاقة، ممكن الفكرة السلبية إنه لابد أنا من الرجولة أن أكون عنيف. فعلى المرأة تكتشف نحن بنلعب في أي دائرة من هذه الدوائر، طيب، وتبدأ تحل هذه المشكلة. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على المرأة أن تحاول الرجل وتساعده في أن يفهم جسدها، في أن يفهم متطلباتها، أن يفهم إيش الأشياء اللي يحبها، اللي بتحبها، إيش الأوقات اللي بتكون هي مستعدة. وأنا دائما أقول خلوا في علامة بينكم، خلوا مسج. يعني أنا دائما أقول للرجل لا تجوا في الليل تفاجئوا بعض، ممكن تكون أنت تعبان أو هي تعبانة، طيب أعطوا لبعضكم إشارات خلال اليوم إنه ترى أنا اشتقت لك. مهدوا، ترى العلاقة الجنسية علاقة لها قواعد ولها أصول ولها طرق. لابد أن يكون عندنا ثقافة في طريقة إنشاء هاي العلاقة، فلابد لنا أن نمهد لها. ولهذا السبب أنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول وليكن بينهما رسول، الرسول المقصود بها القبلة والكلام. طيب القبلة مثلا انت يعني انتم التمهيد هذا، نحن دحين ما قاعدين مع ازواجنا طول النهار، ممكن الزوجه فعلا اخر الليل تيجي مره تعبانه، الزوج ممكن يكون مره تعبان، اللي اليوم نفسه يكون نفسه في الثاني يمهد له، يعطي اشارات، يرسل له مسج. طيب يرسل له مسج، يرسل لها مسج، يتكلموا كلام حلو، تبعث له ورده، يكون بينهم كده اشاره. طيب. معينه. طيب جميل، فلابد لهم من هذا الشيء. قلنا في البداية يعني بالمصطلح العام إكراه الزوجة على المعاشرة الزوجية ما هو من مفاهيم عندنا في الثقافة العربية، ولا يجرم عليها القانون ولا يعاقب عليها. هذه من أبداً الناحية، ما في أي قانون عربي يجرم هذا الموضوع، ويعتبر ويدخل من ضمن العنف الأسري وليس من باب الاغتصاب. دينياً إكراه الزوجة على المعاشرة تسألي في المختصين. طيب حاضر. أما أنا بالنسبة للأثر النفسي على المرأة، المرأة العلاقة يعني المرأة الزواج بالنسبة لها كله هو مكان الأمان. نحن في الوطن العربي نتربى علشان نعمل كل شيء مع زوجنا. زمان يعني دحين ما عاد، زمان كان تبي تسافري مع زوجك، تبي تكملي دراستك تكملي، صح؟ صحيح. فالزوج هو مكان تحقيق الأحلام بالنسبة للمرأة، وأظن في كل العالم الرجل، لأنه هذه أصلاً هذه سيكولوجية بين الرجل والمرأة. فعلى الرجل إنه يعني يتعلم كيف يتعامل مع المرأة، على الرجل إنه يتفهم جسد امرأته، على الرجل إنه يكون يصنع حوار بينه وبين المرأة، على المرأة كمان أن تتقبل مثلاً وتكون ذكية في تفهم ذلات الرجل. طيب فالرجل هو باب الأمان، هو الأرض الثابتة اللي المرأة بتزرع فيها أشجارها. طيب فتخيلوا لما الأرض زلزلها الزلزال إيش ممكن يصير؟ كوارث. فالعنف بالنسبة لأنه المرأة ما تقبل، يعني العنف يحطمها. فتخيلوا لما يمارس العنف على المرأة من المكان الوحيد اللي هي المفروض إنها تكون فيه في أمان. فعلى المستوى النفسي أيوة، المرأة ممكن يصير عندها قلق، نوبات من الهلع، ممكن تصاب بالاكتئاب، وممكن ترفض العلاقة الجنسية وتعاني من البرود. طيب ندى، خليني كمان أرجع لك. يمكن كثير من الأمهات الآن يسمعونا يقول لك أنا ما أبغى ابني يطلع بهالطريقة، أو بعض الزوجات تقول لك أنا هل ابني هيطلع زي أبوه؟ هل الأم دور في التربية الجنسية لأطفالها الذكور بالذات؟ يعني طبيعي أن الأم تتناقش مع بنتها وتقول لها إيش المقبول وإيش الغير مقبول وإيش الصح وإيش الخطأ، ولكن لما تيجي الأم للتربية الجنسية لابنها الولد، الأم هي صانعة الإنسانية. جميل. والإنسانية بتتمحور في كل الاتجاهات، فالأم دور كبير في صناعة الإنسان وفي توجيه الولد كان ولد أو بنت بحياتهم، فهي البوصلة. فيحق للأم إنها تعلم طفلها إنها تصنع حوار جنسي يتدرج، طبعاً بالتدرج. نحن لينا طرق بنعلمهم هي كيف
لما يكون عمره 4 سنين إيش نقول، لما 5 في سن المراهقة إيش نقول، لما يسأل الأسئلة المحرجة إيش يقول، حتى هو رايح ورايح للزواج إيش نقول. طبعا في قواعد وأصول وطرق كلام معين، أيوة ممكن للأم إنها تصنع التربية الجنسية المناسبة لكل من الولد أو البنت، إضافة إلى النمزجة. إيش يعني؟ كيف النمزجة؟ أي. يعني الأم من خلال علاقتها بالأب، والأب من خلال علاقته بالأم كزوج وزوجة، هم بيقدروا يعطوا مثال للعلاقة الزوجية، فبيخلوا الأولاد يا إنهم يروحوا للزواج وهم حابين هذا الزواج، يا إنهم متخوفين وقلقانين وعندهم أفكار سلبية حول الزواج، ومن ضمن الأفكار العلاقة. طيب، بافتراض إنه في حالات شاذة ونادرة يصير فيها هذا النوع من الإكراه في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، خلينا نتكلم عن أثرها النفسي على المرأة. قلنا إنه أول شيء المرأة تصاب بالإحباط، بعدين تصاب بالقلق، بعدين ممكن تصاب أمراض جسدية مثل ألم أسفل الظهر، آلام أثناء الجماع، ممكن يصير عندها نوبات من نوبات هلع، ممكن تبدأ تشعر بأنها رافضة العلاقة. يعني أنا أمس وأنا بقترح هذا الموضوع بسأل كده بعض النساء، قالت لي أنا أتمنى لو ما في علاقة حميمة في الدنيا. ليش؟ امرأة من النساء. يا صحت أنا ما سألتها ليش، كنا في مكان عام، بس أتوقع أنه مفاهيم، يعني أنه في مفاهيم جنسية بتزرع يعني بشكل خاطئ عند المرأة. يعني أول شيء أصلاً، لأنه المرأة أصلاً من التربية بتنشأ بيصير عندها زي كونفيوز، أول شيء لازم ما حد يمسكك وحرام وعيب وما يجوز وانتبهي وانتبهي وانتبهي، فهي أصلاً بتخاف من جسمها أثناء التربية. هي المرأة بتخاف إنه أي يعتبر جسمها كله عورة، فهي بتتربى وهي خايفة من اللمس، هي خايفة من النظرات، حتى هي خايفة من الكلمات. دائما نحن مشغولين في جسد المرأة في العالم العربي. طيب، فلما بتروح لزوجها كل ده المرفوض صار فجأة والممنوع صار فجأة متاح، فالمرأة بتقع بناحية كونفيوز. بعدين الأهالي كيف، يعني مثلا النساء بتتكلم عن العلاقة بطريقة سيئة، إنه العلاقة هذه خاصة بالرجل، العلاقة هذه علاقة أنانية، العلاقة هذه مقرفة، العلاقة هذه أصلا الرجل حياخد اللي يبغى ويقوم. يعني حتى هم وصفهم للعلاقة بيوصفوا العلاقة بطريقة جدا شاذة. فالنساء بيربوا بعضهم تربية جنسية خاطئة. ندى، هذا اللي لازم نحن نقاومه. الآن في استوقفتيني في حديثك في نقطة، يمكن زي ما تفضلتي ما يتداوله النساء هي الصورة البشعة للعلاقة الحميمة، والكل يحكي من باب تجربته. هل هنا نقف إلى وقفة؟ هل إحنا لا مو شرط من باب التجربة، أحيانا كمان يخافوا من العين. من العين؟ أوكي، هذا لا مو شرط. طيب، أنا أدعي النساء إنه ما يصدقوا. هذه صراحة إنه جديدة اللي النساء تبدأ يعني تحكي بهذه الطريقة خوفا من العين. طيب، هل إحنا أمام انخفاض وعي تجاه هذا الأمر؟ هل النساء ما يعرفوا إيش هي العلاقة الحميمة الصحيحة الصحية؟ ممكن، نعم ممكن ما بيعرفوا إيش العلاقة. عشان كده نحن عندنا في العيادات نبدأ نعلمهم كيف، يعني كيف تستفيد من العلاقة جسديا ونفسيا. يعني العلاقة هذه شيء مشاركة بينها وبين الرجل. صحيح. فتبادل المصالح فيها تبادل حق مشروع لكل من الطرفين. يعني ليش أنت تحرمي نفسك من هذا الحق؟ أنت لازم تتمتعي بهذا الحق، ولازم تمتعي الشريك اللي معاك، وكنت بتاكلي آيس كريم، يعني الموضوع مرة سهل ولذيذ. طيب، حاضر، أبشر أستاذة ندى. يعني شوفي، الكلمة يعني اللي فعلا الواحد لازم أنه يركز عليها، بما أن الزوج والزوجة بيكونوا بمنتهى الأريحية مع بعض في مكان خاص بيهم، هم بالأولى أنه يكون في حوار واضح وصريح، وأيضا تفاهم كبير جدا بما يخص المعاشرة الزوجية. الأستاذة ندى الأطرش، شكرا لوجودك معنا ونورتينا كالعادة. شكرا لك. مشاهدينا، بنطلع فاصل سريع، من بعده نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، حقيقة ارتباط نبتة إكليل الجبل بإنقاص الوزن.
أظهرت إحدى الأبحاث أن استخدام نبتة إكليل الجبل ضمن الحميات الغذائية العالمية وأيضا تساعد على حرق الدهون وأيضا يساهم في إنقاص الوزن، فما حقيقة هذا الأمر وما هي الطرق الصحيحة لاستخدام نبتة إكليل الجبل؟ حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. تنضم معنا عبر سكايب الدكتورة رويدة إدريس أخصائية تغذية. أهلا وسهلا بك دكتورة رويدة. زي ما كنا بنقول في البداية دكتورة أنه الدراسات تناولت خلاصة أوراق إكليل الجبل، وأيضا كانت من ضمن أو أدرجتها ضمن حمية غذائية عالية الدهون وأيضا تساهم في إنقاص الوزن أو حتى من كتلة الدهون في الجسم. ممكن تكلمينا بتفاصيل أكثر عن هذه الدراسة؟ والله دائما أقول ما كان أحد غلب، يعني لو الله. هذا الموضوع ما كان بهالسهولة الموضوع كان عشبة وحينزل الوزن ولا تقل النشويات الكوليسترول ولا الدهون. يعني أنا حتى كنت بقرأ الدراسة إن انعملت أول شيء على فئران وليس على بني آدمين، وما انعملت بشكل كافي أو يعني على ناس كثير بشكل كافي. وطبيعي يعني ما ينفع إنه حمية عالية الدهون والرزماري أو إكليل الجبل حيساعد على إنقاص الوزن أو عدم السمنة، هذا طبعا أكيد شيء ما هو صحيح ويعني ما هو متقبل للعقل. ما ينفع أكل أشياء عالية الدهون وأحط الأعشاب هذه تقوم تقلل الدهون أو تقلل الكوليسترول أو تساعد على إنقاص الوزن، لا طبعا. طيب طبعاً دكتورة رويدة لو هسألك، طيب أكيد زي ما بيقولوا ما في دخان من غير نار، طيب أكيد له علاقة بإكليل الجبل عن قريب أو عن بعيد، أو في شيء يقول أنه قد يساهم ولو بالقليل يمكن في إخفاض الوزن، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعاً إذا كان اتخذت كمشروب بديل للمشروبات العالية بالسعرات الحرارية زي اللي فيها حليب كامل الدسم، فيها كريمات، فيها كراميل، هذه تتاخذ كبديل للأعشاب، كبديل للمشروبات عالية السعرات، حتساعد إننا إنها ما ترفع لنا وزننا. ثاني شيء إذا أخذناها قبل الأكل بتساعد على إنها تصدل لنا الشهية، فبالتالي حتساعد كمان على تخفيف الوزن. هي فيها مضادات أكسدة عالية، فيها مضادات للالتهابات، القيمة الغذائية لها جدا عالية، حتى لها تأثير إيجابي على الحالة النفسية، هي تعتبر مضادة الاكتئاب بسبب الرائحة العطرية زي اللافندر والأعشاب اللي لها رائحة عطرية بتساعد على الاسترخاء، فلها فوائد جدا كثير. ولكن طبعا لازم تكون معاها عوامل أخرى بتساعد على إنها تساعد على تقليل الوزن. يعني ذكرتي دكتورة هويدة موضوع الأعشاب العطرية، ودائما من فترة لفترة نقرأ أن هي تساعد أيضا في يعني خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، هل برضو يعني بما أنه إكليل الجبل برضو يعتبر من النبتات العطرية فبالتالي ممكن أنه يؤثر على الدهون الثلاثية؟ طبعا هم المضادات الأكسدة بشكل عام بتساعد على الحرق وبتساعد على أنها تقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، ولكن مو معناته أنا أضاعف نسبة المتناول حقي أو أكل نسبة عالية من الدهون أو من السكريات. طبعاً الدهون الثلاثية سببها الرئيسي ارتفاعها اللي هو تناول السكريات، فأنا مو معقول أخذ كميات عالية وأتوقع أنه بمجرد أنه بعد ما أكلت أشرب لي كاسة شاي الروزماري أو إكليل الجبل وأتوقع أنه كل شيء حيكون تمام، أكيد لا. هي عامل مساعد لإنقاص الكوليسترول أو لإنقاص الوزن، بالإضافة للسعرات الحرارية، تحديد السعرات الحرارية، النوم الصحيح، يعني جودة النوم، إنه يكون نوم في الليل، يكون نوم هادئ، بالإضافة لشرب الموية، بالإضافة للحركة والنشاط البدني. يعني هي دائرة متكاملة، ما ينفع أعتمد على عنصر وأترك العناصر الأخرى. طيب دكتورة لو هسألك الآن، إكليل الجبل إيش فوائد الأخرى بعيدا عن إنقاص الوزن؟ يعني هو كمشروب أو كشيء متناول هل أقدر أستخدمه لأهداف أخرى؟ هو مهضم، يساعد إنه اللي عنده بعد الأكل إذا كان حسيتي بارتجاع أو باضطراب معوي
بيساعد على انه يهضم. زي ما قلت لك رائحته العطريه من الاشياء اللي بتساعد على الاسترخاء ومضاده للاكتئاب. اذا كان تناولناه بشكل صحيح اكيد كمان هو بيساعد على الوقايه من امراض السرطان، او يعني المضادات الاكسده اللي فيه بتساعد على انها باذن الله تقلل من احتماليه الاصابه بالسرطان، بالاضافه انه مضاد للالتهاب. الاشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من مشاكل في المفاصل والروماتيزم كمان بيساعدهم شرب استبدال انواع يعني المشروبات الساخنه بالمشروب اكليل الجبل بيكون جدا ممتاز لهم. بالنسبة إكليل الجبل هل يتعارض مع بعض العلاجات؟ يعني على سبيل المثال نقول على زنجبيل، في ناس يقول لك يحب يشرب مثلا منقوع زنجبيل أو شاي بالزنجبيل حتى يشعر مثلا بالهضم وغيرها، لكن في نفس الوقت كثرة الزنجبيل تعمل سيولة في الدم، فالناس اللي بياخذوا أدوية لسيولة في الدم لازم أنهم ينتبهوا. هل إكليل الجبل برضو له علاقة أو تأثيرات سواء مع العلاجات أو تأثيرات أخرى على الجسم؟ أي شيء بينشط الحرق معناته بيزود نشاط الدورة الدموية، فبالتالي بيكون بيأثر تأثير سلبي على الأشخاص اللي بيتناولوا مميعات الدم أو مسيلات الدم. علشان كده إحنا دائما نقول لما بنتكلم عن أي عشبة عن أي حمية عن أي شيء إحنا بنتكلم على الأشخاص السليمين اللي ما بياخدوا أي أدوية أو أي علاجات، ما يكون عندهم سكر، ما يكون عندهم، لأنه ما ينفع أنت مريض سكر وسكرك منتظم وأجي أدي لك قرفة أو أدي لك أعشاب تؤدي إلى إنقاص يعني نسبة السكر في الدم، فبالتالي ممكن أنه ينخفض السكر عند الشخص ولا قدر الله يروح في غيبوبة سكر. فلازم الأشخاص اللي عندهم أي مشكلة صحية ويتناولوا أدوية مراجعة أخصائي التغذية اللي بيتابعوا معاه أو المثقف الصحي أو الطبيب المعالج، مرة ضروري وجدا مهم انه ياخذوا يعني ما يخلطوا. حتى يعني اشوف في بعض الاشخاص تلاقيهم عاملين ترمس حاطين فيه زنجبيل وقرفة واكليل الجبل وزعتر، يعني كمية من الاعشاب مرة كثير وناقعينها كلها وعمال بيشربوها. طبعا لازم ما نخلط بين الاعشاب، لها تأثير سلبي على الكلى اذا كان كثرنا منها. الاعشاب تستخدم بكميات قليلة مليغرامات، يعني ربع الملعقة لما نيجي نبغى نحط عشبة نحط ربع الملعقة فيها. طبعا له استخدامات كثير، المطبخ الإيطالي يعتمد على الروزماري مرة كثير في الأصناف حقته، استخدامه في تتبيل الدجاج في تتبيل اللحمة يعطي نكهة لذيذة، وبالإضافة أنه يرفع القيمة الغذائية. ممكن انه حتى النكهات لما تحطي نكهات طبيعيه من الاعشاب بتقللي من نسبه الملح او الدهون اللي بتستخدميها، فتعتبر بديل للطعم اللي ممكن انه يكون مكتسب من الدهون. طيب دكتوره رويده، يعني احنا داخلين الان على شهر رمضان والكل قاعد يبني في باله تصورات غذائيه وتصورات عن برنامجه الغذائي في رمضان، ايش هيشرب ايش هياكل، ايش نصايحك للي قاعدين يسمعونا الان وهم قاعدين يبنوا نظام غذائي متخصص لرمضان؟ طبعا رمضان اول شيء كل عام وانتم بخير، قرب رمضان كلها كم يوم ان شاء الله. مهم انه نغير طريقه طبخنا في رمضان، يعني نحاول نبعد عن المقليات. لما نكون معزومين يعني معزومين في محل وحاطين مثلا سمبوسك مقلي اوكي اكلناه، لكن ما بقول اقلبوه للاسمر ولا للبر ولا للدخن، اذا في امكانيه تعملوه بالبر والدخن ممكن تعملوه، لكن اذا كان بالدقيق الابيض فحاولوا انه يكون بالفرن. نجزئ وجباتنا على يعني فتره ما من وقت الافطار حتى الامساك، نوزع الوجبات حقتنا، نبتعد عن المشروبات اللي تكون غنية بالسكر، قد ما شفنا عليها عروض نحاول نبعد عنها، ممكن نجيبها علشان بس اللي يعني انه اول فترة الواحد مشتهيها ولا شيء مع الاكل او مسألة تعود تكون على السفرة، ولكن نقلل من تناول اي مشروبات يكون فيها سكريات عالية علشان ما يكون السكريات تجينا من المشروبات
ومن الحلويات ومن السمبوسك، يعني تكون نسبة السكريات جدا عالية فتعمل لنا مشاكل صحية مرة كثير. ومن أهمها التلبك المعوي اللي بيجي في أول رمضان، والأشخاص اللي عندهم السكر بيعانوا من ارتفاع السكر في أول. المشكلة إنه هذا المشروب وهو ثقافة رمضانية يا دكتورة رويدة، وصعب جدا الواحد يستغنى عنه. بس طيب خلينا بما انه يعني لازم يكون في يعني نستبدلها بمشروبات ثانيه، خلينا ناخذ منك كذا اهم المشروبات الطبيعيه المفيده لخفض الوزن او للكوليسترول. طبعا في مشروبات ممكن العصائر، عصير الليمون، عصير البرتقال، العصائر الطبيعيه نحاول انه ناخذ منها نشربها في الفتره هذه. عندك التمر الهندي من المشروبات اللي جدا كويسة كمان. العرقسوس هو مشروب ما هو شائع في منطقتنا، ولكن هو مشروب جدا ممتاز، ولكن للأشخاص اللي ما عندهم ضغط. إحنا عمالنا نتكلم عن الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحية، تمام. لكن الاعتماد الأساسي في الغالب يكون على العصيرات الطبيعية. أنا أسوي في مشروب يعني دائما في الموية اللي هي الكركم أو الزنجبيل أو القرفة، شريحة صغيرة كده في الموية، ومعها ملعقة صغيرة من العسل وبذور التمر. يعني أقول لهم لا ترموا نواة التمر، حطوه في الموية. طبعا هي بتغسل الكلى، بتنظف الكلى، بتنظف الجسم. أبدأ فيها فطور، يعني أبدأ فيها كسر الصيام حقكم، يكون بهذه النوعية من المشروبات. ونفس القارورة كل ما تبغوا تشربوا زيدوا عليها موية وأشربوا منها. هذه بتساعد إنها تنشط الحرق وتساعد على الهضم، إنه الواحد يهضم بشكل أفضل. وكمان لها نكهة فحتخليكم إنكم ما تاكلوا كثير، يعني حتساعد على إنها تفضل لكم. دكتورة رويدة إدريس صراحة تحدثنا عن كثير من النقاط المهمة حول الغذاء والتغذية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا مكملين معكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل قول رأيك، هل لو كان المهر عليك راح تتزوجين؟ فقرتنا في قول رايك، ومبارك اقسم بالله ما ادري ايش جايه على هذا السؤال. رايح يسال الناس، ايش هيسال الناس؟ او بالاصح اتوقع يا مبارك ان هيكون سؤالك هالمره كله بنات. ايش سؤال مبارك يروح؟ هاتي. يقول لك اذا كان المهر عليك راح تتزوجي؟ بالله عليك هذا سؤال يا مبارك. على كل حال خلينا نشوف الناس ايش جاوبت وبعدين نرجع نتفاهم. لعلك. اليوم راح نقلب الآية في سؤال قول رأيك، لو المهر عليك سيدتي راح تتزوجين ولا لا؟ خشوا بعض الزوار اليوم ايش قالوا. لا طبعا، الرجال عيبه في جيبه، يعني اذا ما عنده فلوس ما ينبغى. لا يجي. لا ما ينبغى، مو لا يجي. اكيد اذا كان انسان كفو طبيعي. اخلاقه كويسه؟ ايه. وش الاشياء الثانيه المهمه؟ يهمك نسبه جماله؟ لا ما يهمني. أخلاقك كويسة؟ أي، بس أهم شيء الله يخلي لي بعيالي. أيوة. الاختيار راح يكون صعب ولا؟ يعني لو أحد أنا أبغاه أيوة. بتدفعي المهر؟ أيوة بدفع المهر. أيوة. بالضبط. أنا ما توقعت أحد بيجاوبي. ليش يعني؟ ليه هو يعني يدفع المهر وأنا لا؟ نايس، حلو، مرة منطق. أي أكيد، لو شخص يستاهل ما عندي مشكلة عادي. أهم شيء إنه يكون يستاهل. أي أهم شيء. شروطك؟ شروطي؟ نفس شروطي الحين، يعني سيارة، بيت. أنت تبين سيارة ولا هو يعطيك سيارة؟ هو يعطيني. طيب في مهر هو بيدفع خلاص بدون سيارة؟ أنا بدفع المهر ويجيب لي السيارة. في يعني في إمكانية تقسيط. أيوه. لا. سبب؟ عشان ما أبغى. يعني بتعيشين حياتك بدون زوج؟ صحيح. ويزعلون، أنت ما تزوج. أفضل شيء الصراحة. إذا أحبه بعطي عيوني عادي. ما يفرق معك؟ لا ما يفرق معي، وإذا معي فلوس عادي يعني معي أبدا. تعطينا سيارة خلاص؟ ما أيوه عادي أعطي. والله إذا صار رجل ويستاهل ومن رجال أول مو بهالحين. بس والله
والله يعني تفاوتت الردود. صحيح. انت ايش رايك؟ فاجأتك. والله شوفي يا لبنى، بما انه هو السؤال من وحي الخيال والجواب راح يكون برضه ليه خدتي من وحي الخيال؟ ليه خدتي من وحي الخيال؟ لانه مش ترى من وحي الواقع احيانا. لا انا اتكلم شرعا. نعم شرعا. المهر على الرجال. نعم. تمام. ومش منطقي ان السيده تدفع المهر، مع اني اسمع احيانا قصص تقول والله اخذت قرض وودت الرداء اللي عينها عليه المهر عشان يروح يتقدم له عشان تساعده، على قول مدري مين، يعني فلوس بتلف، يعني مش منطق بصراحه ولا اسويها. اذا الرجال مو كفو انه هو يقدر يفتح بيت، هي ما حكت بس دفعت مهر، هي فتحت بيت ومسؤوليه واشياء كثير. بس اذا كان السؤال من وحي الخيال وتحت 100 سطر، بدال الواحده تزوج اربع بفلوسي. ترى من وحي الخيال، ارجع واكرر، من وحي الخيال بس. طيب احنا بما ان احنا خلينا نرجع من الخيال الى الواقع. هذه القصص تحدث يا رؤى للاسف، يعني يمكن ان المراه العاقله الناضجه والرجل العاقل الناضج ما يدخلوا في هذا الديبيت. صح. اني ادفع مهرك وانت تجيني، اذا بدفع مهرك انا قوامه عليك. يعني والقوامه بالنفقه، انا هصرف، انا اذا هدفع لك مهرك انا هجيب البيت وانا هجيب السياره وانا اللي هصرف وانا اللي هعمل وانا الكلمه لي. ايوه هذا منطق، هذا منطق. يعني احنا كيف ادفع مهرك؟ انا هي الحكمه من المهر في الدين اني بدفع لك لكي تستعدي وتتزين المراه وتجيب احسن ما يمكن عشان تجي في بيتك، انا هدفع لك مهرك عشان تتزين. فهمتيني؟ فإذا أنا هدفع المهر هتترتب عليها أشياء كثيرة جدا 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 جدا، ولكن أنا أعتقد أن المرأة العاقلة لا تدخل في مثل هذه اللعبة. صح صح. المرأة العاقلة تعرف أنها لازم أن تأخذ رجل كامل قادر. ولما نقول رجل كامل، الرجل الكامل رجل خلوق، رجل يخاف الله، رجل محترم، رجل مسؤول، وتحت المسؤولية تقع كثير من الفروع، واللي أهمها المسؤولية المالية. هدفع لك مهرك، طيب أنا دفعت لك مهرك وخلصنا المرحلة الأولى، بعدين هتأكلني منين؟ هتشربني منين؟ هتعيشني منين؟ تفتح بيتك منين؟ ولا أنا أكمل؟ فمن أعطيني امرأة عاقلة. أنا كان ودي أسمع بصراحة كمان حتى آراء بعض الرجال في هذا الموضوع، يعني هل تقبل أنك تأخذ أنت مهر؟ عرفتي؟ هيقبل. طيب اوكي هيقبل. لا والله يعني خطر على بالي اسال، ما اتوقع، يعني في ناس ترى في بعض الرجال ما يقبلوها على نفسهم لبنى. اي اشوفي افهم، هي مساله نسبيه ومختلفه، في بعض البنات يسووها، في بعض الرجال يقبلوها، وفي ناس لا تماما. يعني ارجع واقول ترى الكلام اذا كان ديني هذه خطوط حمراء احنا ما نلعب فيها. صح. لكن قاعدين نتكلم يعني كلام كذا من وحي الخيال، قصص افتراضيه، قصص افتراضيه، يعني بيفترض انه لو صار كذا ايش حيكون الموقف. في البلاد الثانيه يعني المرأة هي اللي تدفع المهر للرجل. هي أعراف، بس إحنا نحكمنا ديننا. صح صحيح. هي أعراف، هم اتبعوا عرفهم، لكن إحنا نتبع ديننا. وفي الدين وجب المهر على الرجل. على سيرة هذا الموضوع، قبل كم يوم شفت فيديو عجبني وقررت أني أرفع زيد وزني 100 كيلو. كان العريس بيدفع المهر وزن المرأة ذهب، فمقاعدينها على ميزان طيب ويضيفوا الذهب في الدفة الثانية حتى يشوفوا المعادلة. فأنا قررت أرفع وزن 100 كيلو. 100 كيلو. طيب أنت كم وزنك الآن؟ عشان نعرف مهرك كم. 50. باقي نص. 50. 50. باقي لي 50 ثانية. أنا وزني 63. لا يحتاج أزيد. تحتاج. لن أقبل بهذا المهر. شوفي مرة ثانية، ترى هي قصص تحدث، ولكن تحدث دائما بالخلل، ويا إما الخلل يكون في المرأة أو الخلل في الرجل أو في كلاهما. ويدخل يعني بنت قالت لك إذا أحبه، إذا أحبه ليش لا، إذا تحبيه ليش لا. أنت كيف حبيتيه أصلا وأنت عارفة إنه هو ناقص؟ الهوى مو باليد لبنى، الهوى مو باليد. عصافير لو سمحت. أيوه. عصافير. الموسيقى اللي تحبها، الموسيقى لبنى التصويرية. أيوه. اللي دائما تنزل على ريم وعلى رؤى. شوف. أول ما يتكلموا عن الحب تطلع عصافير على طول. خديني بحلمك، خديني بحلمك، أنا أقول لك على الشغلة والله العظيم، الهوى مو باليد. إذا أنا أبغى أحكم قلبي، لكن وقت ما أبغى أحكم عقلي الوضع هنا ممكن يكون مختلف. ربما أنا ما أكون مع دفع المهر، لكن ربما أساعده. مثلا كيف أساعده؟ أوفر له وظيفة، أو أدبر له وظيفة، أو أساعده أنه هو يلاقي وظيفة مناسبة، أصبر عليه شوي إلا من لم القرشين هذه ويصير عنده مبلغ من المهر. ما أرفع عليه نسبة المهر، ما أطلب تكاليف زواج وغيرها. إذا أنا شارية هالإنسان وأشوف أنه هو رجال لكن ظروفه المادية ما تسمح، فإيش الغلط أني أنا أساعده؟
عرفتي، لكن اني انا ادي له الفلوس واقول لك هذا مهري روح اتقدم لاهلي واعطيني اياه مره ثانيه، ولا انت خذه وتعال اتزوج، ولا خذه وروح افرش بيتك، ما احس انها منطقيه بصراحه. ليست منطقيه، وانا ارى ان المراه اللي تدفع مهرها لرجل عشان يجي يقدم لاهلها، او حتى في احسن الحالات لدعمه تتنازل عن مهرها، وهذه كثيره تحدث، انا ما احنا ما نبغى مهر، او اللي تقوم باي نوع من المبادره الماليه تجاه الرجل عشان الزيجه تتم، فقول لها انت قاعده تظلمي نفسك، لانك زي ما تفضلتي يا رؤى هي تقع تحت طي الهوى وتحت طي الشعور، والهوى والحب ما ياكل عيش وما يفتح يروح. بيت وما يربي اولاد وما يصنع مستقبل. فإذا كنت عارفة من الأساس أنك أنت داخلة على معضلة مالية، فأنت تبني بيت على أوهام، تبني بيت بوتد ناقص، فأنت ما ينفع تروح تقولي أنا بحبه، لأن الحب، شوفوا الزواج عن حب، والزواج عن عقل، والزواج عن معرفة، والزواج اللي عن طريق، كلهم في النهاية يؤدي لنتيجة واحدة فقط. يعني في النهاية هتكوني أنت امرأة وهو رجل في بيت واحد، تصارع الحياة وتصارع تحديات الحياة وتصارع المال وتصارع التقدم وتصارع المستقبل وتصارع المجتمع. فلا تقولي أنا بحبه أبغى أتزوجه. إذا بتحبيه وبتتزوجيه عيدي صناعته، ادعمي شخصيته، ادعمي نفسيته، ادعمي مستقبله. إذا ما لقيتي فيه رؤية ولا في طموح، فأنت داخل على مركب غرقانة. طيب ماذا لو بعد الزواج الرجل مر في ضائقة مالية، أو كان ما عنده وظيفة وغيرها، وهي تولت هذا الموضوع يعني، واستمر مثلا قاعد سنة مو قادر يلاقي وظيفة؟ أنا لي رأي انتشر كثير معروف في هذه الحالة رؤى، كنت أقول لازم أعرف متى تبدأ الأزمة ومتى تنتهي الأزمة. أنا أقول كل امرأة أصيلة رباها أبوها وسندها أخوها وجاية من بيت عيلة وبيت أصل وبيت عالم وناس، هتوقف جنب زوجها، لكن لن تقوم بدور زوجها، ولن تقبل، ولن يقبلوا أهلها، وإن كان وراها رجال لن يقبلوا ذلك. أقف معاك في الأزمة، أوقف من الأزمة، متى تبدأ ومتى تنتهي، ولما أشوفه بيسعى. للأسف الشديد بعض القصص تؤول إلى الاتكالية، إن تجي الرجال يقول لها ما دام شاء أنت موظفة وأنا مش قاعد، فيبدأ يتقاعس عن البحث عن عمل، أو يبدأ يقول لها بسم الله عليها هي راتبها 20,000 و25,000 وأنا وين بروح أتوظف، أبو 3,000 ولا 4,000 ولا 5,000، وإيش هسوي، هي شايلة البيت، وتبدأ العملية، هي تفزع وهو يتقاعس، هي تفزع، وين هنوصل؟ هتلقى نفسها داخلة في جدار كبير في المجتمع وفي الحياة مع زوج هتبدأ تكرهه، هتبدأ تبعد عنه، هتبدأ تنفر منه، لأنه لا حب مع احتياج، ولا حب مع رجل أضعف منك حتى وإن كان في المادة. فلا بأس في أن المرأة تعين زوجها إذا كان في بداية للأزمة ونهاية للأزمة وسعي لحل الأزمة. إذا فقدت هذه العوامل ولا تمد ريال واحد، لأن في النهاية إيش اللي هيصير، أنت اللي هتعضي أصابع الندم. دائما أقول أنه من الأسباب كثرة الطلاق في الفترة الأخيرة هو تبدل الأدوار. نعم صحيح، الرجل صار يتنازل عن دوره، والزوجة كمان أو السيدات صاروا يتنازلوا عن أدوارهم، وصار في تبادل، كل واحد صار يسوي دور الثاني. المرأة تظل امرأة حتى لو كانت قوية وكان شغلها يعني صاحبة منصب ودخلها عالي وكذا، لكن تظل المرأة، يعني أنا دائما أشوفها وهذا الصح، الله خالقها ضلع من رجل، هي تحت مظلة الرجل، على الرجل حمايتها كيف ما كان وفي أي زمان. مشاهدينا خلصنا طبعا فقرة قول رأيك، بنطلع فاصل سريع من بعده نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل فوزية حباني تتحدث عن دعم المرأة السعودية في مجال رياضة رفع الأثقال. واحدة من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال هي طريقة استعراض أفكارهم أو عرض أفكارهم على المستثمرين لكي يحصلوا على التمويل المناسب والصحيح. حول هذا الموضوع والطريقة الصحيحة لاستعراض الأفكار يسعدنا أن ينضم لنا حسن رشيدي، مستشار في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. أهلا وسهلا حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. تحت الهواء كنا نتناقش في يعني نتبادل الأفكار، وكنا نتكلم عن نوعين من المشاريع. صحيح. مشروع قائم ومشروع ناشئ، وأنا مثلا صاحب أحد المشروعين وأبغى أعرضه على المستثمر. صحيح. إيش هيختلف المشروع إذا كان ناشئ أو كان قائم وأنا أعرضه؟ شوفي المشروع الناشئ لسه أنت فكرة جديدة. نعم. أو يكون براءة اختراع. نعم. فكرة جديدة تتقسم على قسمين،
انه عندك خدمه او منتج متداوله في السوق، اوكي، يعني لها تاريخ ولها هيستوري في السوق، او انه يكون انها فكره بس لسه ما تقدر تطبقيها والسوق لسه ما عرفتي حجمه في الاستيعاب كاحتياج. نعم. فهنا تعتبر لسه في مرحلة تحليل الفكرة. نعم. أما لو كانت براءة اختراع. نعم. براءة الاختراع لازم يعني لها اعتمادات ولها موافقات. على أساسها تبدأي تنشئي بعد كده خطة عمل لاستقطاب المستثمرين. طبعاً في براءة الاختراع تحتاج مستثمرين أكثر من المنتج اللي متداول في السوق. طيب، واحدة من مصطلحات ريادات الأعمال هي الإليفيتر بيتش. هذه اللي هي تعرض فكرتك في مدة جدا بسيطة. طبعا هو يعني حاطين أنك لو شفت رجل أعمال ولا واحد مستثمر في مصعد كيف تقدر تقول له فكرتك وتقنعه بيها خلال 60 ثانية. أوكي. طيب، إيش الفرق ما بينها وما بين الطرق الثانية لعرض فكرة مشروع وجذب المستثمرين؟ طيب، الفرق أنك أنت تكوني متمكنة. كيف تقدري متمكنة من فكرتك؟ هل أنت عندك خبرة في الفكرة؟ هل عندك خطة تقدر تقنعي فيها المستثمر دايركت يستقطبك مباشرة؟ هل عندك قوائم مالية تقدر تقنعي بها المستثمر؟ فهنا تختلف عن كل مرحلة من مراحل المشروع. طبعا الآن في معسكرات تدريبية تعمل إعادة تأهيل لرائد الأعمال اللي عنده فكرة مشروع، وبعد نهاية المعسكر يكون في مستثمرين يعرضوا عليه أفكارهم، يعرضوا عليه طبعا المنتج أو الخدمة، مين كيف حيجذب العملاء، كيف علاقته مع العملاء، حيعرض عليه إيش احتياجاته إيش متطلباته في آلية تكوين فريق العمل، في آلية تكوين المنتج والخدمة، الموردين. هذه مهم جدا، الموردين. أنا عندي كمستثمر يجي يقول لي والله أنا موردين مو متوفرين داخل المملكة، فهنا حتكون تكاليف التشغيل عندي عالية. تمام. فأنا حضطر إيش أسوي؟ ممكن أنا كمستثمر أقول لا أنا عندي تكاليف التشغيل عالية، لا أنا ما أعتذر. تمام. طيب، أنا في مصطلح كمان سألتك عنه تحت الهواء، ودائما ما تداول لما أكون أنا كرائد أعمال أو صاحب فكرة قاعد أستعد لعرض على فيقول هل البيتش ديك حقك جاهز؟ ما هذا المصطلح وإيش يختلف عنه عن العرض التقديمي أو زي ما نقول بريزنتيشن عادي أنا عارف في قوائم المالية وعارف ما شابه؟ أسلوب الإقناع عندك هل هو جاهز ولا مو جاهز؟ هذا المقصود. قوائمك المالية جاهزة ولا ما هي جاهزة؟ البرزنتيشن اللي عندك، طريقة العرض، أنت كيف حتقنعيني؟ شوفي، المستثمر دائما يبحث على رائد أعمال يطمئن من ناحيته أنه راح يعطيه فلوسه وراح يرجع له. يعني البيتش ديك إيش يختلف عن البرزنتيشن العادي بالقوائم المالية؟ يختلف القوائم المالية، يختلف بطريقة المنتج والخدمة الموجودة. دائما نركز على القوائم المالية. نعم. في واحدة من أقوى الملتقيات اللي بتصير عندنا هنا في السعودية ملتقى بيبان. صحيح. كلمنا عن هذا الملتقى وقد إيش يعني ممكن يكون في فرص يقدمها هذا المعرض، يقدمها هذا الملتقى للمشاريع الناشئة. طيب، أديكم فكرة عامة عن الملتقى. أنا مستشار متعاون مع منشآت يعني. فالملتقى بشكل عام هو عدة يعني أبواب. عدة أبواب. فالمسمى للملتقى بيبان. كل باب فيه مميزات وأهداف تمكن رائد الأعمال من نجاحه في مشروعه. فرضا في عندنا باب اسمه باب التمكين رواد الأعمال مع الجهات الحكومية. في باب عندنا التمويل. في باب عندنا التخطيط الاستراتيجي. في باب عندنا التسويق. هذه كلها البيبان تساهم في منح رائد الأعمال الثقة، وأيضاً تساهم في تحقيق فكرة المشروع. في عند رواد أعمال يسألوني أنا ما أقدر أسوي مشروع، طب كيف أبدأ؟ طب كيف إيش الطريقة؟ إيش الخطوات اللي أنا حقدر أنفذ فيها فكرة المشروع؟ نبدأ معاه من البزنس موديل، نبدأ نشرح له، نبدأ نشوف كيف هو، هل هو مؤهل كرائد أعمال؟ أهم حاجة في بداية المشروع هل رائد الأعمال مؤهل ولا لا؟ إذا رائد الأعمال مؤهل عنده شغف إنه ينطلق بمشروعه حينطلق بمشروعه. حلو.
طيب انا هرجع لك نوعا ما خطوه لحديثنا السابق حول اني اقنع ممول او طيب. اقنع مستثمر. طيب خلينا نقول دخلت واقنعته وقال يلا بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. ايش النسبه المنطقيه اللي اظلني احفظ فيها ملكيتي وحق فكرتي وهو ما يدخل ما القى فجاه القى انه مشروعي اصبحت موظف في مشروعي؟ طيب شوفي في خلي لا موظف في مشروعي هذه استثمارات ويعني هذه انا يعني انصح فيها رواد الاعمال انهم ينتبهوا من ده الامور. اي النسب تختلف بناء على فكرة المشروع، بناء على التزام والمخاطر للمشروع، بناء على جودة المنتج والخدمة، بناء على عمر المشروع أو مشروع ناشئ. هنا تختلف النسب. المستثمر حيجي يعرض عليه نسبة عنده مبلغ المستثمر يبى يعرضه على رائد الأعمال بس ويستثمر، هو مو قادر يعني يبى فكرة جديدة عشان يدخل فيها المشروع. دائما رواد الاعمال يعني اغلبي يعني بنسبه 60% يدخلوا في الاستثمار الوهمي. بمعنى انا بعطيك التمويل بس بخليك موظف عندي. اذا صافي يعني النت انكم، اذا صافي الربح عندي فرضا 1,000,000 ريال تمام، وانا كمستثمر جد قلت لك انا والله بدخل معك 40% او 50%، كم المتبقي؟ 50 50% 50% لو تيجي تحسبيها الاوبريشن مصاريف التشغيل انت موظفه عندك. ما هذا الفخ، انت صرت موظفه. فهنا متى يعرض عليك المستثمر في هذا؟ هذول زي اللي ياخذوا الفرنشايز تقريبا، لانه الفرنشايز ياخذ 70%. ايوه بس الفرنشايز يختلف. اي الفرنشايز بيعطيك علامه تجاريه، بيعطيك منتج وبيحط عليه شروطه. حلو. وانت لك خيار لا توافقي لا ترفضي. اي حتى كمستثمر انت ليك خيار توافق ترفضي، ولكن انت في حاجه. تمام. خصوصا لو كان مستثمر من الاسماء اللامعه يعني في المملكه، فعلى طول انت هتقول لا انا ابغى المستثمر على اساس عنده براندات ثانيه تقدر تدعم البراند اللي عندي. حلو. ولكن في النهايه هتكون انت موظفه عنده. فيفضل في عند اختيار المستثمرين في مكاتب قانونيه مختصه في تحديد البنود. تحديد البنود والنسب؟ النسب والأوزان، يعني أي. أنت لازم تعرف أنت فكرة المشروع، أنت لو عندك فكرة مميزة وكذا تأخذ وزن فرضاً 7%. أوكي. يحددوا لك الأوزان والنسب وبعد كده يبدأوا يعملوا لك الاتفاقية، كده أنت تحمي نفسك كرائد أعمال والمستثمر نفسه يحمي نفسه كمستثمر. وطبعاً أغلب المستثمرين عندهم مكاتب القانونية، عندهم شركاتهم، عندهم حتى مكاتب استشارية. إذا يبغى يعدل في فكرتك أو يبغى يغير فيها. طيب في سيناريو آخر بيتم في كثير من الاستثمارات أو الشباب اللي بيكون على بداية طريق ويقول لك أنا عندي الفكرة. طيب. وعندي النو هاو. طيب. وعندي كامل المعلومات بس ما عندي رأس المال، وأبحث عن مستثمر يدخل كشريك في رأس المال، وهيبدأ أنا نصيبي يتصاعد تدريجيا. في البداية هيكون أنا بجهدي واللي هيقيموه، ونقول مثلا جهده قيم وكأنه إذا حسب بأسهم معينة، وهيدخل المستثمر برأس المال. السنة الثانية هاخذ من الأرباح ما يعادل هذا المبلغ ويضاف في رصيدي كشريك. أوكي. السنة اللي بعدها، وهذا كثير نموذج يسعوله كثير من الشباب اللي أصحاب الأفكار بس ما عندهم من رأس المال. طيب. إيش نظرتك لهذا النوع من الاستثمارات وإيش النصائح؟ ما أبحث عن استثمار. أوكي. إذا أنا عندي فكرة مشروع ناجحة وأنا رائد متمكن وعندي خبرة في مجالي، أبحث عن التمويل في جهات كثيرة حكومية. تقصد لا أبحث عن التمويل من رجل أعمال، إنما أبحث عن تمويل من جهة متخصصة. يس صحيح، أبحث عن تمويل من جهات مختصة. عندنا لا عندنا جهات كثيرة حكومية الآن بتمول في كافة النشاطات، يعني في الصناديق الآن التنموية منتج في كل النشاطات هتحصله. بنك التنمية موجود، بنك منشآت الآن أطلق. فأنا أبحث عن الجهات التمويلية تمول أفضل مني أبحث على مستثمر. وطبعا هذه متى؟ هذه إذا أنا متمكن، إذا أنا طلعت على الخدمات اللي تقدمها الجهات هذه الحكومية في التمويل، في مجال التمويل، وفي منتج أو خدمة متوفرة أنا أقدر أحقق متطلباتها. طيب الجهات التمويلية أو باختلافها، ما أبغى أسمي شيء بحد ذاته، ما هي بتاخذ أرباح عالية، بتاخذ نسبة عالية 30% تقريبا. هذا لو كان على طريق جهات تمويلية خاصة. اي بس الجهات الحكومية زي فرضا بنك منشآت او بنك التنمية الاجتماعي،
هم في بنك منشآت ممكن في جهات وسطاء معاه في بنوك تجارية. حلو. فتكون نسبة التمويل نسبة التمويل قليلة جدا بناء على اتفاقية SLA مع بعض. زي بنك التنمية الاجتماعي يطلب منك كفيل. مشروع ناشئ يطلب بس منك كفيل. وتخش دورة تأهيلية لإعداد دراسة الجدوى. وبعد كده بس هاتوا الكفيل. يكون يعني من هم ما هي مواصفات الكفيل هذا؟ موظف حكومي اغلب المواصفات يعني اغلب مش انه شخص يستطيع سداد المبلغ. موظف حكومي اذا المبلغ فوق 300,000 بيطلب منك فرضا رهن عقاري، بيطلب منك اي يعني ضمان بنكي، بيطلب منك هاي. ولكن يعني انا انصح رواد الاعمال اللي عندهم فكره ومتمكن وعندهم منتج او خدمه قويه جو هيد ياخذ من التمويل الحكومي يعني. طيب هذا جميل. هذا افضل طريقه طيب لدعم مشروعك ودعم انطلاقه المشروع. طيب شوف انا على ابواب بزنس فشكلكم حتسووا مشاريع كلها. طيب خليني اسالك يعني تكلمت عن موضوع التمويل، هل الجهات اللي تقدم تمويل تقدم استشارات؟ صحيح اكيد. اي اكيد عندك بنك التنميه عندهم مركز دلني. أوكي. بنك التنمية الاجتماعي عندهم مركز دلني بيقدم استشارات، عندهم معسكرات تدريبية يعني معسكرات يعني خلاص أنا أبغى أخذ تمويل من عندك، في معسكرات يعني زي الصندوق السياحي أي. عنده معسكرات تدريب، عنده برامج تدريبية بيدخل رائد الأعمال في في المعسكر أي. ويحللوا الفكرة من الصفر إلى الانطلاق. جميل. وبعد كده يوجهه يقول له أنت تبغى مستثمر أو أنت تبغى تمويل من نفس الصندوق، وبيمولوه من نفس الصندوق. ترى يعني التمويل صار يعني توجه المملكة صار سريع، ما صار زي أول. خلاص يعني أنت فكرتك جاهزة، قوائمك دراستك الجدوى جاهزة، واثق من نفسك، خذ تمويل انطلق. ما حد بيقول لك لا 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 تفتح مشروع، ولا أحد يقول لك يعني لا تشتغل، بس هل أنت عندك شغف أنك تحقق أهدافك مستهدفاتك مخرجاتك جاهزة؟ Go ahead. طيب الآن بنشوف دائما الشباب بيتجهوا إلى الكافيهات والنساء يتجهوا إلى الصالونات وكأنها copy paste في الفكر الاستثماري. إيش هي أفضل القطاعات الاستثمارية الآن الواحد يدخل فيها المعاصرة الجديدة الحديثة؟ شوفي في سؤال دائما يعرض علي ترى هذا السؤال إيش أفضل نشاط. أنا بالنسبة للصوالين إذا صاحب المشروع متمكن يعني صاحبة المشروع أو صاحب المشروع متمكن يفتح صالون، ليش لا؟ إيش أنا أشوف إنه عندك opportunity، بس إيش القيمة المضافة اللي راح تضيف لي هي؟ يعني أنا الآن بفتح صالون، أوكي؟ أي. طيب أنت بتفتح يا حسن، إيش القيمة المضافة بين الصوالين الثانية؟ إيش المخرجات اللي عندك؟ يعني إيش الأيدي العاملة؟ فرضا أنا عندي أيدي عاملة مميزين. أي. عندي في ناس تجيك على الديكوريشن، يعني عندي ديكور جميل، عندي سيرفيس، عندي خدمة ترضي العميل. أهم شيء إحنا نركز على رضاء العميل. العميل كيف نرضيه؟ إذا رضينا العميل، العميل راح يجيني حتى لو في 100 صالون جنبي. صح. بس هو السؤال يعني في هذا الوقت، وربما يعني استكمالا لسؤالك لبنى، هل أقدم منتج ولا أقدم خدمة؟ بناء على الإكسبيرينس اللي عندك وخبرتك أنت أي. كخبرة اللي عندك أنت تقدر تقدمي منتج أو تقدمي خدمة. شوفي المنتج والخدمة يعني تختلف من نشاط لنشاط. يعني في أنشطة فيها منتجات، في أنشطة فيها خدمات. يعني زي الكافي أنا عندي إيش؟ منتج ولا خدمة؟ منتج وخدمة الاثنين بالضبط. الكافي عندي منتج وخدمة، الصوالين عندي منتج وخدمة. يعني في نشاط تختلف بين نشاط لنشاط آخر. طيب الآن الكل يبحث عن الابتكار في الاستثمار عشان زي ما تفضلت أكون أقدر أقدم للسوق قيمة مضافة. أوكي. بعيداً عن الكافيهات والصوالين وما شابه، السوق السعودي بالذات إيش هي القطاعات النامية فيه؟ عشان الواحد ممكن هل قطاع التقنية؟ هل قطاع الترفيه؟ هل قطاع السياحة؟ كلها قطاعات جديدة، كيف ممكن نستقطب الفرص؟ شوفي هو في قطاعات كثيرة الحمد لله والشكر في المملكة، يعني الآن بدأت تثبت وجودها. يعني من أولها يعني عندنا ملتقى لي اللي كان قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في قطاع التقنية،
في شركات تقنية خارجية وداخلية بدأت الآن تتطور وتقدم خدمات يعني تنافس العالمية. عندك القطاع الترفيه عاد ما يحتاج، قطاع الترفيه كلنا شفنا شايفين التغيرات على أرض الواقع، قطاع السياحة، قطاع السياحة الآن بدأ يستثمروا فيه، مع أنه يعني قطاع السياحة أوكي في الصيف إيش نسوي يعني ممكن يواجهوا تحديات، فكل قطاع عندهم تحديات، بس القطاعات اللي الآن ما يعني نشوف فيها دعم ونشوف فيها توجهات أنا أشوفها أنها في كل القطاعات، ولكن يعني إحنا نفوكس على القطاع التقني وبراءة وكيف نطلع منتج نطور المنتج كبراءات اختراع. واضح. المستشار حسن رشيدي شكرا لوجودك اليوم معنا، نورتنا. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم وشكرا على برنامجكم المتألق دائما. نشوفكم إن شاء الله في بيبان إن شاء الله، إن شاء الله. أكيد. بإذن الله. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع من بعد نكمل باقي الفقرات. تحظى المرأة السعودية بدعم وتمكين غير مسبوق في جميع المجالات، واستطاعت بالفعل من إثبات نفسها وقدرتها في كل المجالات اللي بتدخلها. اليوم نتكلم عن مجال الرياضة وخصوصا رياضة رفع الأثقال، وكيف استطاعت المرأة السعودية أن تدخل هذا المجال وأيضا تحقق الإنجازات فيه. يسعدنا أن تنضم لنا فوزية حباني، عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال من استديوهاتنا في الشرقية. أهل وسهلا فيك أستاذة فوزية، نورتينا. في البداية كيف تشوف إقبال المرأة السعودية في رياضة رفع الأثقال؟ أهلين، أول حاجة شرفتوني وأسعدتوني صراحة بهذه الاستضافة. وبالنسبة لإقبال السيدات، لإقبال السيدات يا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، في إقبال شديد جدا الفترة الأخيرة، في اهتمام كتير يعني كبير للرياضة بشكل عام، وفي يعني إقبال على رياضة رفع الأثقال، وفي إحراز يعني بطولات وميداليات، وهذا شيء بيشرف كتير صراحة، وبيمثل المرأة السعودية بشكل جدا رائع وجميل. جميل جدا. طب فوزية خليني أسألك الآن، احكي لي اعطيني نبذة كذا مبسطة عن مشاركة المرأة السعودية في هذا الجانب، الجوائز اللي حصل، كم جائزة حصل عليها المشاركات السعوديات، كم عدد المشاركات اللي فاتوا فيها حتى لو لم يحصلوا هذه الجوائز؟ لا فعلا في عدة بطولات وفي جوائز حصلوها بميداليات مختلفة سواء محلية أو إقليمية، في بطولة العرب في العراق، في بطولة غرب آسيا في قطر في الدوحة مؤخرا، وكانت مشاركات السيدات مشرفة الحمد لله، وحصدوا ميداليات مختلفة. طيب يعني ما شاء الله بحكم يعني تخصصك ومجالك وبتعرفي حقائق كثير أو أسرار كثير في هذا النوع من الرياضات، خليني أسألك عن بعض المفاهيم الخاطئة عن رياضة رفع الأثقال. كثير يقولوا أنه السيدات أو البنات مفروض ما يشيلوا أشياء ثقيلة لأنها ممكن تأثر على طبيعة جسمهم. للأسف هذا التعليق بيجيني مرة كثير، وأقدر أقول أغلب اللقاءات بيجيني هذا السؤال. كثير بيسألوني، حتى يعني بتجيني في كمان في حساباتي في السوشيال ميديا، بيسألوا البعض بيقولوا إحنا يعني حابين رياضة رفع أثقال، بس هل بيتأثر على المرأة؟ بتأثر. في أكثر من سؤال بيجي، في بعضها مثلا تأثر على الطول وهي غير ما في علاقة في هذا الموضوع، أو على الجسم، هل المرأة بتتأثر لأنه بتتعرض لحمل وولادة وكذا، فهل بيأثر عليها رفع الأثقال؟ هذا غير صحيح. طيب ولكن برضو يعني رفع الأثقال من رياضات المساعدة لجسم المرأة، أنه تعطيها القوة. جميل. لأن لكن فيها رفع أوزان ففيها قوة مقاومة. طيب غير تأثير رفع الأثقال على الرحم والحمل والولادة وهذه الأشياء وتأثيرها عليها، بنعرف أنه رفع الأوزان الثقيلة ممكن يسبب مثلا فتق في السرة، أو ممكن يسبب فتق في الحجاب الحاجز وغيرها. كيف السيدة ممكن تحمي نفسها من هذه المضاعفات؟ طيب هذه أسئلة جدا جميلة صراحة، وإحنا حاليا مهتمين بهذا الجانب اللي هو التثقيف الصحي الرياضي، ومهتمين ببرامج للتوعية في يعني صحيا رياضيا.
أي شوفي رياضة رفع الأثقال الجميل فيها إنه هي تعلمنا كيف نشيل الأوزان بشكل صحيح. أي حاجة عندنا في البيت إذا إحنا شلناها بشكل خاطئ ممكن تأثر على الظهر، ممكن تأثر على الأكتاف، ممكن تأثر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي على الفتاق مثلاً أو على السرة أو كده. فهي طريقة الحمل، يعني حمل الأشياء أو الأوزان الثقيلة بشكل خاطئ بيأثر على أجسامنا. فرفع الأثقال هذه أحد فوائده، أنه يعلمنا كيف نشيل بالطريقة الصحيحة. والله هذه معلومة جديدة وفائدة صراحة نأخذها منك فوزية. بس كمان في سؤال آخر، الرياضات بالعادة ما نبدأ نعزز أولادنا فيها من سن مبكر، الكاراتيه، السباحة، ركوب الخيل، واتفر كانت إيش، رفع الأثقال خاصة للنساء، هل فيني أبدأ أمرن بنتي عليها من سن من تحت السن الـ18 ويكون مناسب؟ خاصة إنه في بعض الـ يعني الأقاويل تقول إنه ممكن يأثر على طولها، إنه ما تطول. طيب جميل مرة هذا السؤال. في عندنا اهتمام طبعا بالأعمار الصغيرة، طبعا تبدأ يعني فيها تبدأ الرياضة من سن 10 سنين وتأخذ التأسيس الصحيح. سوري الجزء الثاني ايش كان قلتي؟ ان هي انه الخوف انه تأثر على طولها. على طولها نعم. لا هذا ما له ما له ما له اي علاقة، الموضوع يعني موضوع رفع الاوزان او الاثقال بالطول، وهذه من المعلومات المغلوطة. وفي ملاحظة يعني بقول لك، هي اذا بتلاحظي كل الرياضات بتستخدم اساسا الاوزان عشان ايش؟ عشان تبني العضل، تقوي البنية مثلا الجسدية، ترفع اللياقة، يعني تعتمد على المقاومة. فهذه ليش يعني ما جاء في بالهم الناس انه ممكن يأثر على طولهم. لكن احنا هنا عندنا في الأوزاء رفع الأثقال في تكنيك، كيف طريقة رفع الأثقال بتكنيك معين بحيث انه ما بيأثر خطأ، بحيث انه ما بتكون فيها أضرار. فلازم الواحد يكون مع شخص مختص أو مع جهة معتمدة. يعني أنا مو تقليلا بصراحة من أي نوع من أنواع الرياضات، لكن في بعض يعني الرياضيين تحديدا بنلاقيهم مضغوطين يا فوزية، يعني مش عارفة هو مضغوط يعني عشان كل الرياضات موجود كده. طيب أوكي أخذها الوحدة. هو طيب بقول لك حاجة، هو له علاقة بتكوين الجسم. حلو. يعني في أجسام بتكون طويلة قامتها طويلة أو قامتها قصيرة، هذه بالوراثة. أي طيب حلو، أنا أبغى أخذ منك تفاصيل أكثر عن فوائد رفع الأثقال. فوائد رفع الأثقال للمرأة ولا بشكل عام؟ لا خلينا نتكلم عن المرأة، بما إحنا قاعدين يعني بنتكلم عن المرأة، قد إيش هذا النوع من الرياضات ليه فوائد كثير. يعني ذكرتي قبل شوي إن تعلمنا أصلا كيف نشيل وزن بشكل صحيح، إيش لها فوائد ثانية؟ طيب رياضة رفع الأثقال يعني زي ما نعرف هي بتعتمد على الأوزان، فالرياضة يعني أي رياضة فيها مقاومة بتساعد على بناء القوة العضلية، بتساعد على رفع لياقة الجسم، بتعطينا تشوفي في حاجة أنا دائما أحب أقولها كفلسفة، الإنسان كل ما كبر في العمر بيوهن العظم، فإيش اللي بيدعم العظم؟ هو العضل. صحيح. فكل ما إحنا قوينا عضلاتنا في صغرنا أو في شبابنا هذا بيساعدنا كل ما كبرنا في العمر إنه إحنا نكون عندنا قوة عضلية قادرة إنها تدعمنا في الكبر في العمر. وهذه أحس أكثر الأشياء المهمة اللي إحنا ممكن نركز عليها. صحيح. طيب أستاذة فوزية، الآن يعني الرياض راح تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، كيف تشوفي هذه الخطوة؟ صحيح، هذه يعني أقدر أقول إحنا الحمد لله فخورين جداً بالإنجازات، بالدعم أول حاجة لحكومتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الداعم بشكل قوي للرياضة وللسيدات خصوصاً صاحب اسمه الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. هذه الخطوة كانت بعد دعم كبير جداً وخطط استراتيجية كبيرة جداً
وصراحة يعني سعادة الرئيس رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ محمد الحربي يولي اهتمام كبير للتطور العالمي صراحة، يعني مو فقط محليا ولا فقط إنه إحنا بننتشر أو إحنا اللي بننتشر عالميا كفاءات عالية، نرفع الكفاءة سواء للرجال أو السيدات، ونرفع راية العلم السعودي عالميا، وهذه أجمل وأروع خطوة الآن حاليا باعتماد السعودية تحديدا منطقة الرياض باستضافة بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد في باريس. هذه خطوة عظيمة جدا، فخورين فيها وسعيدين فيها، ونتطلع لهذا اليوم يكون إن شاء الله إنجاز كبير. جميل جميل، وهذا دور الاتحادات الرياضية بشكل عام، لكن بتكلم بالتحديد عن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، كيف يعني قام يحتوي هذا الموضوع، وزي ما ذكرت أستاذة فوزية أنه يساعد على المشاركات الأولمبية والدولية. ممكن توضح سؤالك حضرتك؟ طيب، الاتحاد السعودي لرفع الأثقال كيف ممكن يدعم المرأة في المشاركات الدولية؟ طبعا احنا في عندنا خطط استراتيجية مستمرة في تطوير المرأة، من أول حاجة استقطاب السيدات، فتح المراكز المختلفة في عدة مناطق في السعودية، ورفع يعني المساعدة في رفع كفاءاتهم عشان توصل لمستوى المنافسة. يعني نتمنى أكيد كل التوفيق لكل السيدات المشاركين في مثل هذه الرياضة المهمة والجديدة، ويمكن الحديث نتمنى لهم كل التوفيق. أستاذة فوزية حباني، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذه الفقرة. مشاهدينا مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، الصحة العالمية تصدر بيان بشأن أدوية السعال القاتلة المنتشرة في الأسواق. أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً توضيحياً بشأن أدوية سعال الأطفال المتسببة في وفاة 300 طفل حول العالم خلال الشهور الخمسة الماضية بسبب تلوثها بمواد كيميائية سامة. حتى نوقف على هذا الخبر ونتكلم عنه بتفاصيل أكثر، ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور سليم الشهري، استشاري أمراض الحساسية والمناعة والربو. أهلا وسهلا بك دكتور. في البداية دكتور، كلمنا إيش هي هذه الأدوية تحديدا اللي طلع عليها هذا الخبر، وإيش حقيقة تسببها في وفيات لأطفال حول العالم؟ أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. بداية لنؤكد أنه ولله الحمد نحن في المملكة ممثلة في هيئة الغذاء والدواء نستخدم دائما التحاليل للعينات المختلفة من الأدوية المنتجة بصورة دورية. لذلك من المهم جدا أن نعلم أن جميع الأدوية المصرحة في المملكة العربية السعودية والتي تمر عن طريق هيئة الغذاء والدواء لها ضوابط ومعايير ومحاذير تراعي بيان التركيب الدوائي بالتفصيل. هذه الأدوية التي استخدمت في بعض الدول كانت في أماكن تصنيع مغشوشة أو مجهولة المصدر، ولذلك من هذا المنبر أنا أحذر الجميع من الحذر من استخدام أو شراء بعض الأدوية عن طريق المواقع مجهولة المصدر، سواء عن طريق السوشيال ميديا أو غير ذلك، أو طلب أو أخذ بعض الأدوية بدون صرف وصفة طبية أو العرض على طبيب مختص. هذه الأدوية كما قدمت سالفا أنها تم تصنيعها في أماكن غير معلومة المصدر، في أماكن مجهولة المصدر ومغشوشة، في مصانع خارج نطاق الدول النظامي، سببت نعم في وفاة أكثر من 300 طفل بعد تناولها، خصوصا أن أغلبهم كان دون سن السنة الخامسة،
كانت هذه المصانع بعضها في الهند وبعضها في اندونيسيا، ولذلك من المهم جدا التركيز على أن الأشخاص المسافرين إلى هذه الدول يجب أن يحذروا من استخدام بعض الأدوية من غير وصفة طبية تقدم من طبيب مختص. لكن في السعودية ولله الحمد كل الأدوية المصرحة، كل الأدوية التي تباع في الصيدليات هي تمر عن طريق فتح من هيئة الغذاء والدواء، ولذلك كل التركيب الدوائي والمواد المستخدمة في التركيب الدوائي واضحة ومعروفة لدى الجميع، بل إن هيئة الغذاء والدواء تأمل مراجعات دورية لبعض الأدوية الموجودة في السوق وتمنحها وتسحبها بعد اكتشاف أن بعض المركبات الدوائية أو بعض المركبات داخل الدواء قد تسبب بعض الأعراض الجانبية. طيب دكتور خليني أسألك سؤال مهم جدا يمكن على لسان كثير من الأمهات. أدوية السعال بشكل عام الآن، حتى الأدوية المصرحة والموجودة الآن في المملكة، هل لها أي أثار؟ يعني هل تعتبر هي خيار آمن وجيد لاستخدامها لسعال الأطفال، أو هناك خيارات أفضل وتكون هي آخر خيار؟ جميل جدا، طبعا سؤال مهم. دائما أنا أقول أن حتى أدوية مهديات السعال التي نستخدمها والتي موجودة في الصيدليات والمصرح لا أحبب استخدامها أبدا. لابد نعرف أن السعال والكحة الموجودة عند الأطفال هي مجرد عرض تشترك فيه بعض الأمراض، ليس مرض حتى نقوم بإيقاف هذا السعال. لا، لابد أن نبحث عن المصدر، ما هو سبب هذا السعال. هناك مجموعة من أمراض كثيرة مثلاً الالتهاب الرئوي البكتيري، مثل حساسية القصبات الهوائية، مثل حساسية الجيوب الأنفية، كذلك حتى الارتجاع المريئي بسبب إفرازات المعدة التي تسبب الارتجاع المريئي قد تسبب سعال. إذن من المهم جداً أن نركز على ما هو سبب السعال ليتم علاجه، بعد ذلك بشكل تدريجي راح تخف حدة السعال. ولكن ليس من المنطقي أن نذهب إلى العرض ونحاول يعني نهدي هذا العرض دون معرفة السبب. حتى ولو كان بعض أدوية مهديات السعال الموجودة في الصيدليات والمصرحة يعني ليس لها ضرر واضح، إلا أنني لا أحبذ استخدامها. ليش؟ حتى نصل إلى التشخيص المطلوب، حتى نصل إلى ما هو السبب الذي قد يسبب هذا السؤال. طيب خلينا أو ما هو المرض الذي يسبب هذا السؤال. دكتور عن بعض الاستخدامات الخاطئة لبعض المهدئات أو حتى مضادات الهستامين. في بعض الأمهات الله يهديهم يستعملوا الهستامين أو مضادات الهستامين حتى الطفل ينام، يهدى وينام في الطيارات وفي غيرها، تكت في رحلات طويلة. إيش هي كمان الممارسات الخاطئة اللي بيعملوها أولياء الأمور تجاه أطفالهم الصغار والرضع؟ جميل، يعطيك العافية. طبعاً لابد نعرف أنه والله مهدئات السعال أو حتى مضادات الهستامين كلها هي يعني قد تهدي الأعراض بشكل مؤقت، لكن لا نصل إلى علاج المسبب الرئيس أو ما هو سبب الأعراض هذه التي نشأت عند الطفل. لذلك من المهم جدا أن نركز على هذه الأسباب بعيدا عن تناول أو حتى إعطاء الأطفال مثلا مهدئات السعال أو حتى مضادات الهستامين التي قد تخفف الأعراض ولكنها لا تعالج المشكلة الرئيسية. من الجيد أن نعرض هؤلاء الأطفال على الأطباء المختصين لأخذ التاريخ المرضي المفصل، كذلك الفحص السريري المتكامل، لنصل إلى العلاج المطلوب والذي بدوره قد يخفف هذه الأعراض تمام، أو قد يعني يقضي على هذه الأعراض تمام، بدلا من أن نستخدم العلاجات المهدئة لهذه الأعراض. لذلك تعتبر من الممارسات الخاطئة أن نقوم باستخدام المهدئات للأعراض دون الوصول إلى الأسباب الرئيسية التي تسبب هذه الأعراض. طيب دكتور سليم، كثير من الأمهات تلجأ إلى
الأعشاب، وصفات أمها، وصفات جدتها، يمكن يسمعوا توجيهك الآن يقول لك خلاص إحنا نبعد عن الأدوية المصنعة وخلينا في الطبيعي، شربوا أعشاب، شربوا ما وما شابه أأمن. إيش رسالتك لهذا التوجه؟ جميل. طبعاً لابد أن نعرف أن مكونات أي دواء يعطى للطفل لابد أن تكون آمنة. يعني أقرب دليل ما حصل هذه الأيام خلال الفترات الماضية أو خلال الخمسة الأشهر الماضية من استخدام بعض الأدوية والتي قد تكون سهلة وبسيطة جدا في نظر الآباء والأمهات، مثل مهدئات السعال التي تم استخدامها في دول أخرى قضت على أطفال، حتى سببت في وفاة مجموعة من الأطفال. من المهم جدا، نعم من المهم جدا أن نعلم تركيبة أي دواء نعطيه لأطفالنا. يعني حرفيا لابد أن يكون الدواء معلوم كل التركيبات التي داخله حتى نعطيه الطفل ونحن بأمان ونحن مطمئنين. لذلك كثير من الأدوية التي تحتوي على الأعشاب قد تحتوي على بعض المركبات لا نعرفها. صحيح صحيح. قد يكون الدواء كاملا مصدور يعني مجهول المصدر، فلا نعرف ما هو مكوناته. ولذلك من المهم جدا الابتعاد عن بعض الأدوية التي قد تسبب اي مشاكل او اي اعراض جانبية للأطفال قد نندم عليها لاحقا. اذا بعض الأدوية المصرح بها خصوصا بعد زيارة الطبيب والكشف السريري الذي يصل إلى المشكلة الرئيسية بدلا من علاج العرض، مهم جدا. تعليق أخير من ناحية مهدئات السعال أو علاجات السعال التي قد توجد حتى مصرحة في الصيدليات وبوصفات طبية، دائما أقول أن السعال هو ردة فعل لوجود بعض الإفرازات سواء كانت في البلعوم أو في القصبات الهوائية أو في الشعب الهوائية كما نقول. هذه الإفرازات من المهم جدا أن تخرج مع السعال. نعم. أحيانا قد يكون من الخطأ أن نعطي مهدئات السعال فتبقى هذه الإفرازات داخل البلعوم، داخل القصبات، داخل الشعب الهوائية. وهذه قد تكون ممارسة خاطئة منا. بالعكس. نعم. من المفترض أن تخرج هذه الإفرازات عن طريق الاستعاب. نعم. يعني صراحة دكتور سليم، يعني إحنا تحدثنا عن أكيد تحدي يشهده وشهد عليه جميع الأمهات اللي مروا في هذه الحالة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا وشكرا على هذا الموضوع. بهذه الفقرة مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. شكرا رؤى على هذه الحلقة، نراكم غدا في حلقة جديدة. في أمان الله.